انه مش مهم شو دينك انت بحي. سواء كانت المسيحيه، اليهوديه، الابصاشوه، الصابئه المندعيه، شو ما يكون دينك مو مهم. فدينك ليس دستور العالم، سواء كنت مسلما، مسيحيا، يهوديا، دينك مش ملزم يا حبيبي انت وياه. لانه صراحه انا بتابع ناس زي احمد سعد زايد، فبطلع على التعليقات لقيت ناس مثلا بيحكوا له لا هاي الارض لليهود بادله من الكتاب المقدس، وشفت لك مسلمين بيحكوا لها هاي الا حسب القران. فبحب اقول لكم يعني كلكم، وهي مفاجاه، دينكم مش دستور العالم، ولا واحد فيكم دينه دستور العالم. فشو بتحكي الاديان؟ دينك قضاء لك يا حبيبي. ناس انا بقولها يعني عشان لسه ما حدا سيت اول كلام اللي انا حاحكيه يفهم ان انا بحكي هيك ولا هيك. لا لا لا، انا بحكيش هيك ولا هيك، انا بس بقول انه الاديان ليست ملزمة لأحد إلا لصاحبها. ممكن يعني نستأنس فيها من الناحية التاريخية وما إلى ذلك، ونقول آه كنا هون وكنا هناك، بس هذا ما بعطيك الحق إنك تأخذ أي مكان. أي ديانة حيتم ذكرها هسا وححكي هاي توجهها وهيك هي بتحكي وما هيك بتحكي، أنا بعرف إنه موضوع قضية أرض فلسطين في اختلافات بين اليهود، وفي اختلافات بين المسلمين وبين اليهود، أنا بعرف هذا الإشي، بس أنا بحكي عن الغالبية، يعني بحكي مثلا والله اليهود هيك بيقولوا، أنا قصدي الغالبية، تمام؟ بالذات اليوم كيف بيفهموا الموضوع، ما إلي دخل هسه بالتفاسير القديمة، وما إلي دخل كمان إنه والله فيها اختلافات، ولا أنا بعرف إنه فيها اختلافات، وحتى المسيحيين هسه لما أحكي عنهم كمان بعرف إنه في اختلافات، ولما أحكي كمان عن المسلمين برضه عارف إنه في اختلافات، بس أنا بحكي عن الغالبية، أو خلينا نقول الكتاب التوراة بشكل عام كان واضح إنه هاي المكان هي الأرض الخاصة لبني إسرائيل. بني إسرائيل هم أولاد إسحاق، زي ما بيقول سفر التكوين إنه الأرض هاي لليهود، هو واحد من النصوص. فقال الله بل صار ما أتوقت لدى لك ابنا وتدعو اسمه إسحاق وأقيم عهدي معه عهدا أبديا ونزل إلى آخر الكلام. هس هذا النص والنصوص الثانية كمان بعدين بتصار تحكي إنه حتأخذ الأرض تعيد كنعان بالنص الواضح، يعني بيقول إن هاي الأرض فيها نعس اسم شعب كنعان وهي الأرض لك. بل حتى عند موسى صف الخروج كمان بقول النص لموسى انه انا حخرج او حطلع بني اسرائيل عشان يعبدوني في أرض كنعان، في الأرض اللي بتفيض عسل، عسل انا بتذكر هذا النص انا قريته زمان. يعني طبعا موسى معروف قصته ما قدرش يدخل أرض الميعاد وما الى ذلك، ولكن الفكره الاساسيه انه بني اسرائيل من زمان وعدين بهي الأرض، والنصوص واضحه بالعهد القديم انه هذا عهد ابدي، ابدي يعني للابد. هذا بالنسبه للعهد القديم، خلاصته الارض لا بني اسرائيل، ارض مين؟ ارض كنعان. زي ما قلت هاي الارض كان فيها شعب حسب التوراة نفسها، فالتوراة نفسها بتقول انه ابراهيم التقى بواحد اسمه أبي مالك كان هو ملك الفلسطينيين، هيك بحكي النص، والتقى كم وكان في شعوب من كنعان، كمان في ناس شو كان اسمه عيسو، عيسو وأخوه، وأخوه تجوز بنات من كنعان، فكان في شعب يعني هذا الشيء بالتوراة واضح. وشغلة غريبة يعني إنه إله العهد القديم مش فارق معاه إنه في شعب عايش بهاي المنطقة، مش فارق معاه، بقول لك لا أنا بعرف إنه في شعب هنا، بس هذا الشعب كله بده يروح وبده يحط محله بني اسرائيل. هاي بصراحه واحده من اشكالياتي مع المسيحيه اللي مالهاش حل يعني بصراحه، انه كيف الاله يعني يضل نضل بهي المشكله لحد هسه. فما علينا يعني، فهي خلاصه وجهه النظر اليهوديه. بس طبعا زي ما قلت حيجي لك ناس يقولوا لك لا واليهود عندهم كذا ونحاموا ويدخلوا الارض ومش عارف شو. حبايبي انا برجع بحكي، انا بحكي باسم الاغلبيه، غالبيه اليهود اليوم موجودين في اسرائيل وجزء موجود بامريكا، ولكن الغالبيه في اسرائيل بيحكوا لك هذا الحكي، الوعد النا للارض النا، خلصنا. الاسلام وهي شغله بصراحه بتضحكني انا كل ما اشوف واحد والله بيحكي عن الاسلام، بيقولوا لك البعض انه والله الاسلام بيشهد ان هالارض هاي لمين؟ لليهود. الواحد مثلا من الايات اللي بقول لك البعض والله القرآن بيشهد ان الارض لليهود، ليش؟ عشان والله قال الله لبني اسرائيل قال يدخل الارض قال المقدسه. طبعا هذا الحكي يعني كلام فاضي. ليش؟ لانه ببساطه القرآن الكلام هم بيتعاملوا معاه بطريقة غبية. أول إشي بالنسبة للمسلمين، خلينا نوضح هاي الشغلة، المسلمين عندهم، أنا كل ما أحكي هاي الشغلة لا حدا بضحك مع أنه هيك أنا والله ديني، في الإسلام اللي دخلوا الأرض المقدسة بني إسرائيل، ولكنهم كانوا مسلمين. بالنسبة لنا إحنا المسلمين بشكل عام، إحنا ما بنعترفش أنه في إشي اسمه يهودية ولا أنه في إشي اسمه مسيحية، تمام؟ لهونا احنا بالنسبة لنا ان الدين عند الله الاسلام، وصلت لهونا. فاحنا بالنسبة لنا حتى الانبياء اللي قبل النبي محمد مسلمين، من ادم لحد مين؟ لحد النبي محمد عليه السلام. ما تقول لي تضحك وابصر شو، ما بفرق معي يا حبيبي،
انت لما تحاسب الاسلام بتحاسبه على ما هو يعتقد، مش على انت شو بتعتقد. والله اذا انت بتامن انه في والله دين ثاني غير الاسلام، مش مشكلتك. يعني زي ما قلت قبل شوي، ابراهيم مثلا، انا حسيت اني كنت لخبطت فيها عشان جبتها. يعني مثلا الله شو بقول لك عن ابراهيم؟ ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. اذا حتى ابراهيم اللي هو ابو اليهود وابو العرب وابو مش عارف شو كان مسلما. بس طبعا انت يمكن كواحد مثلا يهودي او مسيحي تضحك تقول لي شو كان مسلم؟ طب شو رايك انه في ناس كمان بيحكوا انه كان من الصابئه المندائيه، كمان من الصابئه المندائيه. هسه انا ما الي دخل، زي ما قلت احنا في الاسلام عندنا هيك المبدا، كل الانبياء من ادم لمحمد مسلمين. فالناس اللي دخلوا الارض المقدسه بهاي الايه كانوا مسلمين، مش يهود ولا مسيحيين، ولكنهم بني اسرائيل، لكنهم كانوا مسلمين. والله كمان بيحكي عن الارض انه مين اللي بياخذ الارض؟ هم المسلمين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها مين؟ مين؟ عباد الصالحون. مين عباد الله الصالحون؟ عباده الله في الاسلام مين هو؟ المسلمين. فالبيجي بقول لك والله ذكر في القران انه والله الارض لاسرائيل، وانه والله بني اسرائيل ذكروا بالقران. هذا واحد ما فهمش شيء بالاسلام. الاسلام على بلاطه بقول لك انه بني اسرائيل إن ذكروا زمان كانوا مسلمين، وكل الانبياء كانوا مسلمين. فاذا اللي دخل الارض مسلمين، والارض باي ثاني بقول لك هاي للمسلمين، لعباد الصالحون. شو معناه المسلمين؟ فاي واحد بقول لك لا والله الارض موعود فيها بني اسرائيل والموعود فيها المسيحيين واليهود، كلام فاضي. قل له احلف وتعلم اسلام من اول وجديد. هيك الاسلام واضح الموضوع. البقاء القائم من الاول لاخرته بفهم هالموضوع لحاله، مش محتاجه يعني. بس طبعا اغلب الناس بفتشوش ولا ببحثوا، فهذا اللي بصير معه. فيما يخص المسيحيه بصراحه كمان فيها طوائف، وهي بصراحه طوائف كثيره. في مثلا بعض الناس الانجليين في امريكا مثلا بيحكوا لك لا يا عمي هاي الارض لليهود، واحنا لازم نساعد اليهود عشان ياخذوا هاي المنطقه، لانه ببساطه المسيح مش راح يرجع الا لما اليهود يرجعوا لبلدهم عشان يحكم عليهم. وفي ناس ثانيين، وانا بصراحه بتبني وجهه نظرهم مع وجهه نظري مش مهمه، انه المسيح مملكته مش من هذا العالم. وضع الكلام صحيح، المسيح قال بالانجيل مملكتي ليست من هذا العالم، اللي ما بعرف يعني. وقال بنصوص كثيره كمان المسيح عن اورشليم السماويه، بل هو يعني خلينا نحكي بعد الموت مجازيا، يعني انا عارف انه في قدوم ثاني وابصر شو عارف الحكي، بس الفكره تعيت المسيح كانت انه عنده مملكه سماويه اللي هي اورشليم السماويه الثانيه. فكان يسوع ما عنده اطماع بالسياسه، تمام، عكس اليهودية والإسلام مثلا زي ما قلت قبل شوية. فإيش ممكن نقول إن المسيحية ماخذ الموقف الوسطي بالموضوع، إنه إحنا ملناش دخل، صح، مشكلة بينكم على هذا، إحنا ملناش دخل، إحنا بلدنا مملكة ثانية، إحنا مملكتنا ليست من هذا العالم. ولكن مع ذلك طبعا في كثير مسيحيين زي ما في كثير مسلمين زي ما في كثير يهود عندهم وجهة نظر ثانية. ففي مسيحيين ثانيين بيحكوا لك لا يا معلم هاي الارض لليهود لانه العهد القديم قالنا هيك. في مسيحيين كثير بالذات من الانجيليين بيحكوا لك لازم نصبر عشان بالعهد القديم نعطيهم يعني الارض هاي عشان يرجع المسيح ويرد يحكم اليهود وما الى ذلك. هذا الموضوع في كثير كلام مش جاي احكي عنه. وفي مسلمين كمان يعني بيفسروا تفسيرات غبيه عشان يرضوا الناس، يعني هذا كمان شغله غبيه يعني مش من باب الحياد ولا من باب شيء. وفي كمان يهود طبعا عندهم مواقف ثانيه. بغض النظر هذا هو انا لك الخصت لك وجهه نظر الغالبيه العظمى من الناس. يعني اختصار كمان ما عشان الكل يحفظ، بالعهد القديم الله وعد، العهد القديم اللي هي التوراه، الله وعد ابراهيم انه ابنه حيوخذ الارض اللي اسمها ارض كنعان اللي فيها شعب، وبعلم ابراهيم وبعلم التوراه نفسه في شعب، بس هو بده يعطيهم الارض هاي. في الاسلام الارض هاي للمسلمين، واي مكان بيفتح المسلمين بصاله المسلمين، هيك والله المفهوم الاسلامي بغض النظر عن اي حدا عنده وجهه نظر ثانيه. وكمان في المسيحيه الموضوع اخذ موقف وسطي انه احنا مملكتي ليست من هذا العالم. هاي خلاصه وجهه نظر الاديان بموضوع فلسطين اذا خلصنا. يعني بالنسبه كمان لموضوع علم الاثار بشكل عام، علم الاثار يعني ما قدرش يثبت وجود مملكة لليهود لحد الساعة. وأنا متابع الأبحاث الآثارية، أغلب الآثار بتحكي عن مملكة لليهود وما إلى ذلك وصلت لطريق مسدود لحد الساعة لسنة 2023. لحد الساعة البحث عن مملكة لليهود
زي واحد بدور عن إشي صغير كثير بين كومة قش زي ما بيحكي المثل. يعني مملكة اليهود لحد الساعة اللي انذكرت في الكتب الدينية اليهودية ليس لها وجود، ولا يوجد لحد الساعة أدلة على وجود سليمان ولا داود ولا إبراهيم حتى. البعض بدأ أنه في أدلة، ولكن هذا كله كلام فاضي، فما فيش لحد الساعة أدلة على هالأشياء. وحتى الأبحاث المتفائلة شوي ومتساهلة مع علم الآثار اليهودي أو مع التوراة كلها وصلت لنتيجة أنه حتى لو كان في مملكة فهي ملاش دخل أول شيء بالمملكة اليهودية ذكرت في التوراة. هي أول نقطة، ملاش دخل نهائيا. هذا الكلام تلقوا عند فاس سوا، عند حتى سامي عمر اللي بيحاول يدافع عنها، عند كتاب باحثين ثانيين. مملكة اليهود مملكة صغيرة جدا، وعلى فكرة هذا موضوع أعمله بعدين فيديو بالتفصيل، يعني نجيب وجهات النظر بالموضوع. بس بشكل عام لا يوجد في علم الآثار لحد الساعة ما يثبت وجود شعب اسمه بني إسرائيل بشكله التواتي في هاي المنطقة. ما في، انسالي هالموضوع. وأنا هون لما أحكي أنا بحكي هون عن الشعوب القديمة، تعيد سليمان والحكي تاع التواتي هذا كله. يعني هذا الحكي لحد الساعة ليس مثبتا تاريخيا، ولا عشان نكون واضحين. يعني الثابت انه فعلا في مملكه قد يكون اسمها اورشليم او اسرائيل، ممكن المملكه تكون موجوده، ولكن حتى هاي المملكه ما بتعتبر مملكه لليهود، ولا تعتبر مملكه اصلا للعبرانيين، بل هاي حتى مملكه فلسطينيه للعلم، يعني هي تعتبر مملكه كنعانيه. حتى المملكه المتاخره اللي طلعت لليهود اللي هي مملكه الملك عمي، هي تعتبر كمان في اطارها مملكه إلها علاقة بالكنعانيين. ليش يا شادي؟ طب ما هي اسمها أورشليم، اسمها في إسرائيل، شو بتفسر الموضوع؟ ببساطة، موضوع بسيط جدا. إذا على الاسم يا سيدي، فأصل كلمة أورشليم في الأساس هي بترجع لإله فلسطيني قديم اسمه سالم. هذا الإله بعدين تغير اسمه شوي وصار أورسالم، بعدين صار أورشليم. هذا الكلام مو كلامي، هذا كلام الدكتور خزعل الماجدي في كتابه تاريخ القدس، وهذا زلمة معاه دكتوراه في التاريخ القديم. أنا خذت بكلامه بهالنقطة، هاي أول نقطة. ثاني نقطة، كلمة والله إسرائيل إيل، هذا اسم إله فلسطيني، مش مشكلته والله إنهم يهود أخذوا اسمه. فعلى الجهتين يعني هاي المملكة في الأساس، يعني إذا بدك تأخذها من فكرة الاسم، لا الاسم ما بلغي فكرة إن الأرض فلسطينية أصلا. وحتى يا سيدي لو إنها عن جد يهودية، قبلها في مليون ألف شعب عاش بهاي المنطقة اسمه كنعاني ويابوسي ومش عارف شو، فلسطيني حتى بشهادة التوراة نفسها، حتى قصة شمشون الجباب تثبت انه في شعب كامل عاش في هالمنطقة. فبلاش نحكي انه ما فيش شعب وما في شعب، وانا عملت على فكرة فيديو كامل على هالقصة انه بالتوراة نفسها جبت وجود شعب كامل عاش في هالمنطقة، فما حدا يزاول على هالنقطة. فعلم الآثار مش مع الناس اللي بوقفوا محل وقفة يعني. اما بالنسبة للتاريخ، فالتاريخ كنا بنعرفه، ناس كانوا قاعدين بحالهم، بعدين أجى الرومان على فلسطين وما إلى ذلك، اليهود النفو، واللي ظل عايش بهاي المنطقة ظل تحت بعدين حكم المسلمين العثمانيين المجرمين اللي كانوا يباضوا يأذوا المسلمين ويأذوا الناس بشكل عام العايشين والأقليات الدينية، كانوا مجرمين يعني العثمانيين كمان، يعني أجوا بعد الرومان ونزقوا لنا عاد. بعدين طبعا صارت الثورة العربية، وبعدين تم احتلال فلسطين باختصار شديد، وتم تهجير الناس. طبعا هذا كله الحكي صار بعقود وسنين، بس انا بحكي بسرعة عشان نختصر الموضوع. يعني فبصراحة موضوع اشكالية موضوع فلسطين، بتعرف شو هو؟ انه الموضوع هذا دخل في دين، ودخل في سياسة، ودخل في 100 شغلة. انا هسه حكيت لك وجهة النظر ببساطة تاعت الديان، فعلا هي اشكالية. كل واحد عاد بقول لك هاي الاضلة، بس بصراحة بدك الصراحة يعني فيش حدا فاق معاه عن جد شو بيحكي الدين، يعني ما حدا والله فاق معاه إذا كانت عن جد هي لليهود ولا هي للمسيحيين ولا لا. أي القصة بصراحة فاضة غلط، الأقوى بأخذها يعني. وبصراحة إحنا المفروض أصلا كمان ما نفكر أصلا بالماضي، والله مين كان عايش في زمان ومين ما كانش عايش زمان. إحنا هسا عندنا مشكلة، المفروض أصلا نلاقي لها حل يعني. وبصدق الواحد بيتضايق كمان لما يشوف الشمات اللي صارت على السوشيال ميديا ضد الناس العزل، عشان والله عندهم أفكار عكسهم يعني. بس يعني هذا هو الفيديو. سلام.